قبل ما اروح الفاصل اسيب حضراتكم مع زيارة سريعة لبيت أستاذنا أسطورة المسرح الأستاذ سمير خفاجة في حفل توقيع كتاب أو مذكراته. مذكراته اللي بتحمل عنوان أوراق من عمري أو أوراق من عمري. الأستاذ سمير خفاجة الحقيقة هو واحد من أساطير المسرح المصري، والمسرح المصري والفن المصري بيدين لي بفضل كبير جدا. وإحنا فخورين جدا في أسر الكلام إنه كنا أول برنامج يروح يدق الباب على بيت الأستاذ سمير خفاجة، البيت الذي طالما حلم كثير من أهل الفن والسياسة والإبداع إن هما بس يدخلوه وقت ما كان في عزه ومجده. البيت اللي مليان بكل الأسرار والتفاصيل والكواليس والحكايات والقصص الكبيرة عن الفن والسياسة في مصر. وكنا فخورين برضه إن هو سمح لنا إن إحنا نوثق معاه رحلة حياته في المسرح عبر حلقتين أذعناهم لحضراتكم هنا في أسر الكلام. من الحلقتين دول تنبت مذكرات الأستاذ سمير خفاجة، وامبارح كنا موجودين هناك واحنا بنحتفل بصدور هذه النسخة قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في حضور كوكبة من النجوم الكبار لمصر، من أول فنان كبير محمود حميدة، أستاذنا الأستاذ مفيد فوزي، أستاذنا الأستاذ الكبير صلاح منتصر، الدكتور مصطفى الفيقي، الأستاذة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، فنانة إلهام شاهين ودلال عبد العزيز، وعشان ما ننساش محمود حميدة، وناس كتير جدا كانوا بجوار، والأستاذ محمد أبو داوود كانوا بجوار الأستاذ الكبير أستاذ المسرح المصري الأستاذ سمير خفاجة. هنشوف التقرير ده ومن بعده إلى فاصل، ثم هنستقبل بقى ضيوفنا في فقرتنا النهارده، وهي فكرة. زمان لما كان الشيخ بيتكلم في السياسة بقى بطل، النهارده لما الشيخ بيتكلم في السياسة بينزلوه من المنبر. فهل انتهى زمن الشيخ السياسي؟ ده اللي هنسأل ونعرف فيه مع ضيوفنا في هذه الفقرة الباحث الإسلامي والباحث في شؤون الإسلام السياسة الأستاذ محمد دويك، والشيخ عبد الله رشدي إمام وخطيب مسجد السيدة أنفيسة. فكرة مهمة جدا عشان نعرف أنا رايحين لفين بما يسمى بتجديد الخطاب الديني. نروح نشوف الأستاذ سمير خفاجة. سعيد جدا، وكان عندي الحظ والشرف ان انا ادخل البيت ده واقعد مع الاستاذ سمير، وانا يمكن بلغت وقتها قد ايه كنت فرحان ان هو موافق انه يكون احنا موجودين في البيت ده بكل ذكرياته بكل تاريخ المسرح اللي فيه، لانه الحقيقه اللي قدمه الاستاذ سمير للمسرح المصري اكبر بكتير جدا من اي حاجه ممكن نعملها، سواء كانت حلقه تلفزيون او فيلم وثائقي او حتى حلقات كتيره جدا او حتى الكتاب ده. المسرح المصري والفن كله مديون في النهايه لهذا الرجل الاستاذ سمير خفاجه، وشرف ليا وشرف لاسر الكلام وشرف لقناه النهار ان احنا كنا ان هو فتح لنا البيت ده بعد سنين طويله ما كانش بيتكلم فيها. واعتقد انه اللي قدام ايدينا ده او الكتاب اللي بين ايدينا ده هيكون بمثابه جزء من تاريخ لتاريخ المسرح المصري كله. طبعا انا عرفت الاستاذ سمير في رحلة عمره دي من خلال هذا الكتاب، سعدت بيه جدا. هذا الإصرار الرجل الدؤوب رغم ما اعتراه من معارك وكبوات، إلى أنه عشقه للمسرح خلاه يتخطى هذه الصعب. ربنا يدي لك الصحة يا حبيبي، وألف مبروك على الكتاب وعقبال الجزء الثاني. ألف مبروك يا سمير. يا أقول إيه، عشرة عمري يا كم سنة؟ يا 20 سنة من عمري ما اتضافوش في شهادة الميلاد، 20 سنة سعادة، 20 سنة مع منتج بيحب يعيش ناسه كويس قوي زي ما هو تعب، زي ما هو عاش وزي ما هو تربى. عشت معاه 20 سنة فعلا، استمتعت طبعا بالشهرة وباني اقف قدام عادل امام في فرقة محترمة اسمها المتحدين، ولكن وجود سمير خفاجي كان هو ده الشيء العظيم اللي انا احتفظت طول عمري بيه. ولغايه دلوقتي بقول انا في يوم من الايام وقفت على خشبه مسرح فرقه اسمها المتحدين يمتلكها سمير خفاجي. بحبك يا سمير قوي، بحبك قوي قوي قوي، وانت كمان بتحبني قد ايه؟ قول بتحبني قد ايه؟ كل الأمور اللي كان بيعملها
بتشعرنا دايما ان سمير خفاجي قيمه كبيره، وانا شفت قد ايه حب الناس له، فنانين وغير فنانين. يعني لو قلت حتى في الرجل المواطن العادي سمير خفاجي لابد ان تشعر بالاحترام تجاهه. اجمل ما في سمير خفاجي انه لم يمثل، ودي نادره في عمليه نهضه المسرح. يوسف وهبي كان ممثلا، سليمان نجيب كان ممثل، زكي طليمات كان ممثل، كل دول من رواد المسرح كانوا ممثلين، انما سمير خفاجي لم يمثل، ودي كانت عمليه يعني نادره في انه واحد لم يمثل وانما يشعر بقيمه المسرح. اخذت اكبر جائزه في حياتي يوم ما وافق الاستاذ سمير خفاجي ان انا انضم لفرقه المتحدين، وكنت صغير طالع من فتره كبت بعد سنوات الجيش، قعدت في الجيش 7 سنين وخرجت من الجيش لايس، فكان حسن حظي ان الاستاذ سمير خفاجه يوافق على ضمي الى فرقه الفنانين المتحدين بعد ما شافني في عرض مسرحي في مسرح الطليعه اللي اخرجه الاستاذ سمير عصفور. وشفت في مدرسه المتحدين اكبر درس في حياتي، الكرم والاخلاق. كنا في المناسبات، عشان الناس ما تزعلش يعني، في الاعياد والمناسبات في ظرف بيجي غير المرتب يتوزع على الممثلين، وده شيء كان بيخسسنا بالاسريه الرهيبه، وكان في نفس الوقت ظروف الانسان الخاصه ما بتخلوش من اهتمام الاستاذ سمير، انه يشوفني مكشر زعلان ليه؟ في ايه؟ لازم يعرف كل الاسباب النفسيه اللي بتحيط باعضاء الفرقه، رغم ان انا كنت اصغر عضو في الفرقه واخر واحد فيهم. ولما ضمني لمدرسه المشاغبين بعد خروج الاستاذ احمد زكي من الفرقه، اتعلمت في المدرسه دي اكتر ما شيء اتعلمته في حياتي في فن المسرح وفن الحياه وفن الاخلاق والتربيه وكده. فالجائزه اللي خدتها من الاستاذ سمير بضم الفنانين المتعدين تاج على راسي الى اخر العمر. بطلب من ربنا ان حب الناس، وده واضح جدا جدا جدا، وحب اصحابه، ولما هو يقوم من النوم ويكلمهم ويقول لهم تعالوا، يديموا عليه يا رب، يديموا عليه يا رب، لان ده عمل خير كتير قوي قوي قوي، فربنا يديم عليه الصحه يا رب. انا بتكلم عليه كانسان قبل الفن اللي كلكم اتكلمتوا عليه، اللي كان لهم حظ انهم شاركوا في مدرسه المتحدين اللي رئيسها هو سمير خفاجي، زي الجندي وزي هشام سليم. كل اللي اقدر اقوله ان انا اتعرض عليا في يوم من الايام مسرحيه شارع محمد علي مع الفنانه شريهان، وبقى من الممثلين الكوميديين الكبار، وطبعا الاستاذ فريد شوقي. كانت اول مره ليا على المسرح، وكنت مرعوب جدا وخايف، و الأستاذ سمير كان يفضل ساكت ساكت ساكت، وبعدين في يوم من الأيام كده لقيته ماشي من جنبي، قال لي عامل إيه؟ قلت له مرعوب، قال لي ما تخافش أنت هتنجح. أنا بالنسبة لي برضو كنت خايف، ولكن كلمة منه زي دي بمعرفته بخبرته في المسرح شجعتني، ومتهيألي ان في الاخر بقيت جزء من فرقة الفنانين المتحدين اللي يمكن انا اخر واحد عضو فيها.